أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. يلا يا شباب الكل يركز معي، هالمرة بدنا نربح حامل ونخسر مثل كل مرة. يلا يا عيني عليكم، أحلى بارتي هاد. ييه علينا هذا وقت وهذه التصوير، إيش بده إلا يخرب اللعبين. ألو، لك كيفك يا زميكس؟ بدك تروح معنا بعدين؟ ما بدك تروح مشان نعرف. ليش أنتوا لوين بدكم تروحوا؟ ولك ليش ما خبروك الشلة؟ بدنا نروح نسجل بنادي حديد. بالله؟ طيب شو قد الاشتراك بالنادي؟ كتير رخيص، 100 تيرا بالاسبوع بس. 100 تيرا؟ 100 تيرا بس بالاسبوع؟ والله مو كتير. خلاص 100 تيرا مأمني، بحسن بدبرها. ما تاكلهم، خلاص رايح معكم بكره. مو ولك بكره، بكره اصلا عم نحكي من الصبح، بكره بدنا نروح. ماشي يلا يلا، سلام سلام سلام. 100 تيرا؟ انا قلت لهم 100 تيرا تدبر، بس شلون بدي ادبرها؟ شلون ندبرها؟ الله الله، رزحنا عند ابو عبيده بقلعنا مباشره. مالي غير ست الكل، نبع الحنان ام عبيده ما في غيرها. مجرد ما قال تعطيني فوره استحضر. حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ووصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وفي رابط حسابي الانستغرام راح يطلع على هون، تعالوا تابعوني كمان حسابي الانستغرام حتى تشوفوا كل الستوريات. قتلوني عيون السود يا ليل ما له حدود، قتلوني 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 عيون السود. الله 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 على الصوت هاد، ايش هالصوت اللي عندك امي؟ اللهم صل على النبي. قلت لك روحي ابني على ذا فويس، انت مرتي امي. بدي منك 100 تيرا، بدي اروح اسجل بالنادي حديد مع رفقاتي. ولك هنا نادي وهنا زفت، ليش انت بتقدر بتشيك وين بطاطا؟ ولك 10 كيلو وين ماكينه وين؟ قولي 100 كيلو 200 كيلو عبي تمك، لا تاكلها مع ضغط فيه، هاتي مصاري. بلطه ليه طالما كل هذا واثق بنفسك؟ ليه طلع قدام باب البيت في كيس زباله؟ خذ الكبه وتعال بسرعه. شو ما بدك بلاش بير ولا بطيخ؟ قلت لك اعطيني 100 تيرا بدي اروح اسجل بالنادي مع رفقاتي، هاتي مصاري. اسمعي اجدب، انا مشانك هلا، انت اذا قدرت تشيل كيس الزباله ورحت كبيته معناتها بتقدر بتسجل بالنادي وبتشيل حديد، وهيك انا بكون طمنت عليك وطمنت على 100 ورقه اللي بدك تاخذها. اذا هيك ماشي، رايح اكبر لك اياها. جهزي مصاريك وجاي انا مباشره. يعني يلا يلا روح 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 روح. ال 100 تيرا تم اصلا، بس عوادي روح سجل بنادي الحديد، انا بفرجيك طول بالك. وين امي؟ ها انت هون؟ رحت كبت لك كيس الزباله باخر حاره عشان تعرفي انه ابنك بيقدر يشيل حديد. ايه يا عيني عليك، رجال رجال، اللهم صل على النبي رجال. ايش بدي اقول لك؟ بتعرف محل المكنسه؟ ايه بعرف، بالمطبخ. اجيب لك اياها شات كنسي يعني؟ ايه انت هلا بدك تجيبها، بس مول ايه؟ بدك تجيبها لك، بدك تكنس البيت وكله كمان. ايه لابا؟ ايه لابا زوتيها امي؟ كيس الزباله انا ممكن له علاقه بالشيل مشان نادي الحديد، التكنيس والتنظيف ايش له علاقه؟ لا تضحك علي. قولك ما بدي اضحك عليك، ما بدي اضحك عليك. اسمع انا بدي اختبر قدره تحملك، يعني اذا قدرت تتحمل تكنس البيت كلياته معناها بتقدر تتحمل طول طول النهار بالنادي، وهيك انا كنت طمنت عليك. وعلى 100 تيرا بدك تاخذها مشانك. ماشي ماشي، جهز ال 100 تيرا. ها يلا لا تاكلها مجهزه، انت روح بلش بس. 2 hours later. امي 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 خالص كنست لك البيت كلياته، ما تغنى بالبيت ما كنست. ها يا عيني عليك، لا لا شكله راح يمشي حالك. ولو قلت لك في عضلات. بعرف بعرف، هلا بنروح على اللي بعده مباشره. اسمع، تنزل تحت عند الخضري بتجيب لي 5 بطاطا، 5 بصل، 5 بندوره، 5 خيار. سبعة موز وكراوين جوس بس. ليش 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 كهدو؟ بدي امر حرب يعني؟ بعد هدول كمان ايش دخلهم بالنادي؟ لا اذا بتروح بتمي الناس بالنادي كلياتهم ما بقدروا يشيلوا اللي وصيتيني عليه. يو 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 يو، اذا هيك لك لك بلاها بلاها بلاها، اذا هدول ما قدرت تشيلهم شلون بدك تروح تسجل بنادي الحديد وتشيل حديد؟ بلا بلاها بلاها، ما اصلا تروح وتنكسر ونبرق نجبر فيك وتغيب على المدرسه، بلاها خليك بالبيت احسن. لا 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 لا، لا تاكلي هم، لا تاكلي هم، مش هيطول انا بقدر بشيلهم. هاتي مصاريتي حقهم، اجيب لك اياهم بجي فورا. هاتي. 2000 years later. امي كل الاغراض وصلتيني عليهم، حطيت لك اياهم غرفه الصفر على الطاوله، صار كلهم جاهزين. اروح بقى على النادي؟ اي لك لك، روح وبلا روح خلاص، انا هيك تكون اختبرتك من كل شيء، خلاص انت جاهز حتى تسجل بالنادي، روح يلا. طيب هات ال 100 تيرا.
انو 100 تيرا كمان 100 تيرا تبعيد اشتراك النادي مو انت قلتي لي انا ما قلت لك بدي اعطيك 100 تيرا انا قلت لك بدي اختبرك واختبرتك وطلعت وصير تسجل روح بقى شوفني بدك تدبر ال 100 تيرا امي بلا قدرها انت من الصبح لهلا عم بتشغليني وبتمرطي فيني ما خليت شغل بيت ما شغلتيني على اساس عم تختبريني الحمد لله انت قلت بتمك بدي اختبرك ما بدي اعطيك 100 تيرا لا يا بعد كل هذا عملته هلا انا هلا بدي 100 تيرا انا ما بفهم بدي 100 تيرا هات خلاص وقدر تقدرش قبل تنوم روح على غرفه النوم ارفع المخده بالطاقه جزان ابوك طالع خد منه 100 تيرا وروح يخرب بيته ايه من الاول كان ضروري نعمل مشكله يعني روح يلا اجى الرزق ابو عبده الحق يا ابو عبده الحق يا لطيف ايش بك ايش في وانا معدي من جنب غرفه النوم لمحت العبيده داخل على الغرفه قربت تنوات من زي الباب ولا شفت العبادة فاتح جزدانك وعم طالع منك مصاري بقى بياخد من ظهرك عم بيسرق منك ما بعرف شو عم بيسرق مصاري من جزداني بدون ما يقول لي والله لا يكبر عدني حبيبي وينو؟ ايش بدك لسا عمي؟ بعد ما عملتي فيني كل هاد نعم يو شو بك مزحنا معك مزحات يبدو قام مزح طاول انت دي قوم تعال ليش بك مطموز؟ قوم سوكي 500 تيرا وديها لخالتك يلا لسا انا كمان بدي اروح اعطيها المصاري انا ما بدي اروح بعدي خدوج انا ما دخلني يخرب بيتك يا حشرة بدك اختك لو اختك هي بنت انثى بدك هي تروح تديها المصاري يعني انت عطوه بتقوليلي انت واختك نفس الشي ولما يكون في شغلة فيها توصيل ولا شغلة فيها مشوار بتتحشيها بظهري بس انساكم يلا هاتي مش قد هذا شلون بتسرقه مين بده يشتري مني هلا ايش اسمه سكيرت ثورد سكيت بورد اي ماشي روح نشوف شو بدنا نبيعه سكيت بورد البيع لحظة شوي شو هاد سكيت بورد البيع هاد البيع يعني شايفني عم بصيح للبيع معناها للبيع لا قصدي انه انت واقف هون يعني لا عندك محل ولا عندك شيء طيب شو حقه هاد حقه 500 ليرة شو قد 500 بس انا ما معي غير هاي ال 500 وهي لخالتي بس كمان هاد ما بتفوت ب 500 خلص باخذ من ابوي 200 ومن امي 200 وبتدين 100 وبعطيهم حقه احسن شيء هلا خلصنا بدك تشتري ولا لا بدي خلص خود شو قد هدول 500 والله اذا بدك عده ولك لسه بدي اعد انا صدقت ابيعه خده نعمش شو بو هاد وين هرب ليقوم فيه شيء يعني ما فيه شيء ايش كسرت يخرب بيتك من حالك لا ما كسرت شي يا لطيف ايش هذا اللي خبيته على ظهرك هذا سكيت بورد بابا سكيتي شو ايش بعمل هذا يعني هاد للعب يعني تطلع من مكان عالي تزحلق فيه تحت يعني بس حلو والله شي حلو اهالتك اعطيني اجربه انا هون بالكاريدور هيك اشوفه لا ما بدك اياها بتعرف انكسر مشانك ولك هاد بجربه هون بالكاريدور بس ما بقى هاته بابا ما رح تعرف تركب عليه بلاها مشانك انا ما بعرف هات ضروره خلص مسوك قال ما بعرف قال شغلي فيزياء يعني شو ثواني ما بعرف ايه بسيطه ايش بدي يعني واحد بحط فوق وبدوس عليها بس اوه انكسر ظهري يا حشرة ويا بنت هني كمان وأضل الضرب شعب انت والسكيتي بورد تبعك انا ايش دخلت لك لا تطلع عليه
ماشي 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 يا تحسين. على كل احوال جمعت لي اياهم كلهم قدام الباب هيك هيك ارايعهم علي شغله فيهم. لحظه شوي خدوج، طلعت كل الغلط وقلت لك بدي ابيعهم لاصحاب البيع. اي امي طلعتهم كلياتهم. ممتاز يا عيني عليكي. انا هيك هيك بدي اكبهم، لا ببيعهم والله هيك باخذ، بدي اخذ منهم 100 ورقه. ماشي جمعت لي اياهم قدام الباب، خلي خلص من عندك ينزل عندي. يلا مع السلامه. استغفر الله العظيم. لك والله تركتهم بالغرفة، وين راح؟ ما في شيء تحت تخت، ما في شيء، وين راح؟ الله لا يعطيك العافية. ولك أبوك وقعان مكسور ظهره من وقعة وقعته، يا يخرب بيتك من حالك، يمكن ناخده على المشفى نجبر له إيده وإجره. هالله شلون وقعته؟ أنا إيش دخلني؟ قلت له لا تركب عليه، بس هو أصر حتى يطلع حتى وقع وانكسر. بعدين هو إيش عرفه يركب على السكيت بورد؟ السكيت شو؟ شو هاد يعني؟ لك السكيت بورد مو مهم مو مهم، عم بدور عليه والله ما عم بلاقيه. لك وين راح؟ قولي بس ما يكون اللي ببالي. يوهو لك عبدا ليكون هذا هيك اللي له دولابين من تحت ومنظره مثل الدفه المكسوره. دفه مكسوره؟ بس هذا هو امي. يا عيني عليك وينه؟ الله لا يعطيك العافيه. ولك ليش ما قلت لي انه هذا لك؟ انا فكرت شي شغله مكسوره من عندنا من زمان، رحت بعتها لاصاب البيع. شو؟ عطيتيه لاصاب البيع؟ ولك انت بتعرفي ليش بتحققهم؟ اسكت اسكت لا تخاف، امك بتضحك عليها، رحت ضحكت عليه، بعته هو وكل ارائي على البيت ب 100 ورقه. 100 ليرة. ولك امي هذا لحاله بس حقه 500 ليرة. شو 500 ليرة؟ وانا بعتها ب100 ليرة. مشان مش متضايق بدك تروحي تبيعي. قولي لحظه شوي، خالتك مش وقت استدفيني، قالت لي ابنك ما جاب لي 500 ليرة. انت ليش طالع ما رحت وديت لها لخالتك 500 ليرة؟ بدك تعرفي ليش؟ لانك رحتي بعتي سكيت بورد ب100 ليرة وهو حقه 500 ليرة. انا 500 تبعيد خالتي، انا رايح شفته على الطريق سالته منه ب 500، انا قلت بدبر لي 500 ليرة بعدين بروح بعطيه اياها. رحتي انت بعتي ب100 ليرة مصاري؟ ما في الله دبري حالك. اذا بدك امي بنقدر نحل الموضوع بالتفاهم. ها طولي بالك. لا حب صار يا الله يوفقك.